مساءكم مبارك. في مرحلة انتهت فيها حروب الردة بدأ المسلمون فعليا في المسير وفتح المدن والمناطق التي حولهم في مختلف المناطق، خاصة في جهة الشمال، سواء الشمال الشرقي أو الشمال الغربي. طبعا الشمال الشرقي في ذلك الوقت هو العراق، وكانت أول المناطق التي انطلق فيها المسلمون في ذلك الوقت في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت العراق، على اعتبار أنها المنطقة التي كان يسيطر عليها الفرس الذين كانت دولتهم في تلك المرحلة يعني في أفول، على وشك أن تنتهي. في هذه المرحلة أرسل المثنى بن حارثة الشيباني، وهو من أهل العراق على فكرة وليس من الصحابة، أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول: أمرني على من معي من الناس. فأفتح جنوب العراق فعليا، وأرسل له أبو بكر بالموافقة على ذلك. وبعد أن انتهى خالد رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد، من معارك الردة تحديدا معركة اليمامة، انطلق إلى جنوب العراق ليعضد المثنى بن حارثة الشيباني ويقود الجيوش هناك إلى عدة فتوح وعدة معارك، كانت أولها معركة ذات السلاسل الكبيرة التي كانت أول انتصار بين المسلمين من ناحية والفرس من ناحية أخرى، ثم تلتها معارك أخرى. طبعا ذات السلاسل كانت في سنة 12 الهجرة، ثم بعد ذلك يعني استمر خالد رضي الله عنه حتى تمكن من فتح الحيرة اللي هي عاصمة مملكة المناذرة في هذه الفترة. طبعا بعد فتح الحيرة أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد يقول له: تحرك باتجاه الشام ليجهزه لمعركة اليرموك التي سيقودها خالد رضي الله عنه وأرضاه. فخرج خالد من العراق، وبالتالي بقي المثنى بن حارثة الشيباني وحده في ذلك الوقت، وانضم إليه لاحقا قائد آخر مهم جدا اللي هو أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. هذول الاثنين بدأوا يتحركون في هذه المناطق ويحاولون فتح المدن تلو واحدة تلو الأخرى، لكن البداية كانت صعبة لأن الناس كانت في تلك المرحلة كانت مقتنعة أنه إذا خالد مش موجود فعندنا مشكلة. وفي هذه الفترة على فكرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح الخليفة، فأرسل أبو عبيد ابن مسعود الثقفي ليعضد المثنى بن حارثة الشيباني ويساعده ويكون معه. فانتصر الاثنان في عدة معارك، يعني منها معركة النمارق على سبيل المثال، ومنها بعد ذلك مع عدة معارك أخرى في هذه البقعة. ولكن حدثت حادثة في غاية الخطورة وفي غاية السوء. كان القائد العام للجيوش كان أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، وتوجه إلى منطقة في ذلك الوقت اسمها منطقة قص الناطف على نهر الفرات، والتقى بجيش الفرس في الناحية الأخرى، كان بينهما جسر، عشان هيك هذه المعركة تسمى معركة الجسر. هذه المنطقة قال فيها الفرس، لأنه في عندنا جسر، قال الفرس: إما أن تتقدم إلينا أو أن نتقدم نحن إليك، يعني إما أن تقطع الجسر باتجاهنا أو أن نقطع نحن الجسر باتجاهك. فأبو عبيد كان رجلا شجاعا، وعلى فكرة ليس من الصحابة أيضا مثل المثنى، ليس من الصحابة، ولكنه رجل شجاع مؤمن يريد أن يثبت فعليا أن المسلمين شجعان، فقال: بل أنا أقطع النهر إليكم. وصعد على الجسر وتحرك حتى نزل في منطقة ضيقة، ولم ينتبه إلى أنه وقع فعليا في فخ، لأن المنطقة كانت ضيقة جدا. فكشف له الفرس عن السلاح الأخطر في هذه المعركة وهو الفيلة. فأبو عبيد يعني هو واللي حواليه يحاولون أن يقاتلوا الفيلة. الفيلة في ذلك الوقت كانت مثل الدبابات الكبرى، يعني لا يستطيعون قتالها بهذه البساطة، وكانت تلون بشكل يخيف الخيل، وفي نفس الوقت لا يعرفون كيف يقاومونها وكيف يقاتلونها. فأبو عبيد كان رجلا شجاعا، هاجم الفيل الرئيسي، لونه أبيض كان الفيل الرئيسي في ذلك الوقت، وحاول أن يضربه بسيفه، فإذا بالفيل يضربه بخرطومه ثم داس فوقه مباشرة، فاستشهد أبو عبيد رحمه الله في هذه المعركة. فاضطرب المسلمون. اللي زاد الطين بلة إنه بدأوا بالتراجع ليعودوا إلى مخيمهم في المنطقة الأخرى خلف الجسر، ولكن أحد المسلمين اللي يعني بدنا شو بدنا نسميه متشجع هيك شجاع، فيريد أن يقطع طريق العودة، كان يقول: كيف نتراجع أمام الفرس؟ فقطع الجسر، ولم يدري أنه أوقع المسلمين في ذلك الوقت في مصيبة، لأن المسلمين كثير منهم غرق في نهر الفرات، وكاد جيش المسلمين فعليا يسقط نهائيا لولا أن المثنى بن حارثة أعاد فعليا ربط الجسر
وبدأ المسلمون ينسحبون، فكانت هزيمة صعبة للمسلمين، وظهر كأن الأمور تسود وتشتد على المسلمين وكأنها انتهت فعليا. نعم، هم بعد ذلك انتصروا في معركة أخرى، معركة البويب، ولكن ظلت فكرة الجسر مسيطرة على المسلمين، وخاصة فكرة الفيل. هنا ستبدأ مرحلة جديدة مع عمر بن الخطاب الذي سيرسل لهم سعد ابن أبي وقاص ليكون قائدا عاما لهذه المنطقة ويقود المسلمين في معركة كبيرة سنراها الآن. تقول القصة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصلته أخبار معركة الجسر وهزيمة المسلمين فيها واستشهاد قائدهم في ذلك اليوم الصعب، فكر جديا، خاصة أنه في نفس الوقت وصلته أخبار بأن الفرس قد اجتمعوا على قيادة واحد منهم وهو آخر الذي سيكون طبعا آخر أكاسرتهم، وهو يزدجر ابن شهريار. توحد الفرس في هذه المرحلة الصعبة وهزيمة المسلمين في معركة الجسر، وإن كان من بعدها انتصار آخر في معركة البويب لاحقا بعد معركة الجسر مباشرة، إلا أن الأمر جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفكر جديا في خطورة الوضع في بلاد فارس. والمثنى بن حارثة الذي كان القائد العام بعد أبي عبيد الثقفي كان قد جرح أيضا في معركة الجسر، وكان مع ذلك يجاهد بكل قوته في هذه البقعة. الذي زاد الطين بلة أن الأخبار وصلت إلى عمر رضي الله عنه بأن الفرس راسلوا العرب الذين كانوا في سواد العراق، يعني في منطقة العراق، وأطمعوهم فعليا بالمال وبغيره على أن يثوروا على المسلمين. فبدأ هؤلاء ينقضون عهدهم مع المسلمين ويثورون عليهم ويؤذونهم بكل شكل. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وبدأ يستنفر الناس فعليا للقيام مع المثنى بن حارثة الشيباني للجهاد في سبيل الله عز وجل في منطقة العراق والقتال ضد الفرس، وعلم أنه لا بد من معركة فاصلة في هذه الحالة. اجتمع عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابة على ماء يسمى صرار، وكان يفترض حسب رأي عمر أن يكون هو القائد العام لجيش كبير سيتوجه بنفسه إلى لقاء الفرس. كانت هذه الفكرة عند عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه لم يكن ينتظر ويرسل الجيوش، بل كان يريد بنفسه أن يقودهم. لكن الرأي العام الذي كان موجودا بين كبار الصحابة كان يقول بأنه ليس من مصلحة المسلمين أن يخرج عمر بنفسه رضي الله عنه لقيادة المسلمين في هذه المعركة المرتقبة، وإنما يفضل أن يرسل رجلا مكانه. فاختار عمر رضي الله عنه رجلا من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال رسول الله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. اختاره لمكانته ولقوته ولقدراته العسكرية ولقدراته الحربية، وسار معه حتى وصل موضعا ثم ودعه وقال: قد وليتك العراق وما فيه، فتوكل على الله وسر على بركة الله وادعهم إلى الإسلام. وفعلا توجه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بجيش كبير جدا، اجتمع فيه عدد هائل من العرب الذين سمح لهم بأن يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله بعد أن انتهت حروب الردة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد اشترط أن لا يقاتل هؤلاء الذين ارتدوا فعليا بعد أن عادوا إلى الإسلام، يعني خوفا من أن ينسحبوا في فترة معينة. فعمر رضي الله عنه غير هذه الفكرة وسمح للجميع بأن يقاتلوا في هذه المرحلة، فاجتمع له عدد كبير من صناديد العرب خاصة في منطقة قبائل منطقة نجد وقبائل منطقة شرق الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، اللي هي إحنا اليوم بنسميها المنطقة الشرقية في السعودية، اللي هي في ذلك الوقت كان اسمها هجر وما حولها. فاجتمع عدد هائل من القادة ومن الجند، بلغ عددهم كما تذكر بعض الروايات 36,000، أكبر جيش يجتمع للمسلمين فعليا حتى ذلك الوقت. وخرج سعد رضي الله عنه بهم باتجاه العراق. في هذه المرحلة كان يفترض أن يلتقي المثنى بن حارثة الشيباني بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
في منطقة ذي قار حيث كان ينتظره هناك، أقصد المثنى، لكن المثنى رحمه الله وتقبله في الصالحين توفي بسبب انتقاض وانتفاض جرحه عليه رحمه الله، فتوفي هناك في ذي قار. ولما وصل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجده قد توفي، وبالتالي أصبح سعد رضي الله عنه هو القائد العام لكافة الجيوش في هذه المرحلة الخطيرة. أول ما فعله سعد كان أنه أرسل رسلا إلى يزدجر يأمره وينهاه ويدعوه إلى الإسلام ويتلطف معه، فظن يزدجر أن المسلمين إذ يدعونه إلى الإسلام إنما هم ضعاف ويعلنون ضعفهم فعليا، خاصة أنه وجد منهم لينا في الدعوة، وهذه طبيعة الدعاء لأنهم لم يخرجوا فعليا ليتوسعوا من الناحية المالية ولا من الناحية العسكرية، وإنما خرجوا دعاء، ولكنه لم يفهم الأمر على ذلك، فتحدث معهم بطريقة في غاية الوقاحة وقال لهم إنكم كنتم عرايا فنكسوكم، وكنتم فقراء فنعطيكم، وكنتم جوعى فنطعمكم، فبالتالي جئتمون الآن لتعلمونا؟ فرد عليه المسلمون ردا قاسيا وبينوا له أنك إن لم ترد أن تسلم فعليك أن تؤدي الجزية، وإن لم ترد فالسيف بيننا وبينك. فقال لهم لولا أنكم رسل لكنت قد أمرت بقتلكم، ثم أراد أن يهينهم من حيث ظن أنه يريد أن يهينهم، فأمر بتحميلهم أكياسا فيها تراب من تراب المدائن فحملوها وذهبوا. وكان هذا الإنسان الغبي لا يعلم أن هذه إشارة فعليا أنه أعطاهم أرضه فعليا، فلذلك تفاءل المسلمون خيرا بذلك وسر سعد رضي الله عنه بذلك. أما الفرس الذين حول يزدجر فقد استغربوا من هذا الفعل وعرفوا أن الأمر سيكون له أبعاد خطيرة، وكان الفرس معروفين في ذلك الوقت بفكرة التشاؤم وفكرة البحث عن التمائم التي يمكن أن نسميها اليوم تمائم التشاؤم، فتشاؤموا، وهذا الأمر سيؤدي فعليا إلى دخولهم المعركة بشكل يعني صعب إن صح التعبير، أو بشكل فيه إن صح التعبير ضغط نفسي عليهم منذ البداية. الذي يهمنا هنا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصل منطقة القادسية ورتب أموره هناك وبدأ ينتظر الفرس. انتظر حوالي شهر والفرس لم يظهروا. لماذا تأخروا؟ لأنهم كانوا يحضرون جيشا ضخما جدا فيه كل قوتهم وكل طاقتهم أقصى ما يستطيعون، وضع فيه يزدجر كل قادة الفرس الكبار واحدا تلو الآخر، جمعهم من رستم إلى بهمن إلى كل هذه الأسماء الكبيرة، لم يبق منهم أحد فعليا إلا كان في هذا الجيش، وكان على رأس هذا الجيش 33 فيلا، على رأسها فيل أبيض هو القائد العام لسلاح الفيلة، وكان سلاح الفيلة هو السلاح الأشد على المسلمين والأخطر على المسلمين خاصة في معركة الجسر. ولا ننسى أنه في معركة الجسر من الذي قتل قائد الجيش المسلم فعليا؟ الفيل داس على قائد الجيش دوسا، فبالتالي كانت القضية خطيرة باستعمال الفيلة. سعد رضي الله عنه في هذه المرحلة كان يتواصل بشكل دائم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت المراسلات من نتيجتها أن عمر رضي الله عنه أخبره بما حدث في اليرموك التي كان المسلمون في نفس ذلك الوقت قد انتصروا فيها، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح يأمره بأن يرد إلى العراق القعقاع بن عمرو التميمي مع عدد من الذين خرجوا من العراق مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ويكون على رأسهم القعقاع، لكن خالد سيبقى في الشام. كان عدد هؤلاء 6000 سيكونون عونا للمسلمين في معركة القادسية. وفعلا وصل الجيش الفارسي الضخم واصطف الجيشان عند منطقة القادسية وبدأ التحضير للمعركة الكبيرة جدا. أثناء هذه الحادثة وأثناء التحضيرات مرض سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فاضطر سعد رضي الله عنه أن يقيم في قصر موجود مشرف على المنطقة اسمه قصر قديس، فأقام فيه وصعد من فوقه وصار يقود المعركة من الأعلى، ووضع مكانه على الأرض قياديا عاما خالد ابن عرفطة، وخالد سيكون القائد العام على الأرض ويأخذ أوامره مباشرة من
من سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فبالتالي سعد كان من أعلى القصر يرى كل شيء ويراقب الأوضاع ثم يعطي أوامره فيتحرك كذا ويتحرك كذا ويتحرك كذا. وبدأت معركة القادسية، ومعركة القادسية لم تكن يوما واحدا كما يظن بعض الناس، وإنما كانت 4 أيام، لكل يوم كان هناك اسم، يوم أغواث وغيره، لكن بهمنا أنه اليوم الرابع هو يوم القادسية الأكبر. بدأت المعركة فعليا في يوم 13 من شهر شعبان من عام 15 للهجرة، وكان اليوم الأول قاسيا على المسلمين، إذ تقدمت الفيلة وأخافت المسلمين خوفا شديدا، خاصة أن الخيل كانت تخاف بشكل كبير من الفيلة، والفيلة مثل الدبابات الضخمة أمام الخيول. فهذا الأمر جعل المسلمين في البداية يعني يصدون ويخافون من هذه الفيلة، ومع ذلك وجد المسلمون حلا لاحقا للفيلة، وهو ضربها في عيونها بواسطة السهام والرماح. الذي يهمنا هنا أنه مر اليوم الأول بصعوبة شديدة، مع أن واحدا من كبار قادة الفرس قتل في بدايتها من خلال مبارزة في بداية المعركة، لكن الأمر كان شديدا على المسلمين، وحل الليل في ذلك اليوم فانفك الطرفان. عندما جاء اليوم الثاني كان واحدا من أهم ما حدث فيه أن القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه قد وصل إلى ميدان المعركة أثناء الحدث، وكان معه 6,000 مقاتل، فلم يشأ أن يدخل دفعة واحدة، وإنما قام بعملية في غاية الذكاء، فقسمهم إلى 100 100 100 إلى فرق طويلة جدا، حوالي 60 فرقة، كل فرقة 100 فارس، وأمرهم أن يدخلوا تباعا واحدا تلو الآخر إلى المعركة، إلى ميدان المعركة مع التكبير وإعلان وجودهم. فتبين كأن المدد يأتي متتابعا إلى المسلمين بشكل مستمر، مش 100 100، كانت الغبار والدخان وغيره كان يبين أن العدد كبير جدا، وهذا الأمر ساهم في رفع معنويات المسلمين وتدمير معنويات الجيش الفارسي. وعندما دخل القعقاع بن عمرو التميمي وأعلن وجوده في أرض المعركة، سعد به المسلمون وسروا به سرورا عظيما، خاصة أن القعقاع كان رجلا مشهورا أنه 1,000 رجل ولا يهزم جيش فيه القعقاع، وأراد القعقاع أن يجعل هذه حقيقة واقعة، فبدأ دخوله للمعركة فعليا بإعلان طلبه للمبارزة، فخرج إليه الفارس الأول من الفرس فقتله، ثم الثاني فقتله، ثم الثالث فقتله، حتى قتل وحده 30 فارسا في مبارزة واحدة، كل واحد يبارزه يقتله، فانهارت معنويات الفرس تقريبا، وبدأت المعركة بكل قوة في ذلك اليوم، ثم انفكت حتى اليوم الثالث. في اليوم الثالث ازدادت الأمور صعوبة على الفرس، وبدأ المسلمون يضغطونهم باتجاه النهر بعيدا، وصار الضغط واضحا على الفرس، علما أن القعقاع قام بحركة ذكية جدا، حيث قام بالليل بسحب جنده فعليا من المنطقة بشكل سري دون أن ينتبه أحد، ثم أمرهم بأن يتقدموا مرة أخرى أثناء اليوم الثالث ويدخلوا كما كانوا في الأول 100 100، فيظن الناس أن المدد ما زال مستمرا بالوصول إلى أرض المعركة. وعلى ذلك استمر القتال حتى ذلك اليوم طوال الليل، حتى اليوم الرابع وهو يوم القادسية العظيم. وفي ذلك اليوم بدأت قوات الفرس تتكسر، وكانت أعظم ما أصيب به الفرس في ذلك اليوم مقتل قائدهم العام رستم، وانهيار قوتهم بشكل كامل، وتم القضاء المبرم عليهم بعد أن قضي على سلاح الفيلة بواسطة السهام، وانتصر المسلمون في هذه المعركة الكبرى، وما تركوا الفرس حتى دخلوا المدائن بعد ذلك، وانتهت بذلك أسطورة الجيش الفارسي في معركة عظيمة، معركة القادسية. دخل المسلمون مدينة المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية، وهدموا هذه الإمبراطورية التي امتدت 1,000 سنة. كان يوما عظيما عندما دخل سعد بن أبي وقاص إلى ذلك القصر، قصر المدائن الأبيض، ذلك القصر الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندما كان يحفر الخندق، واعترضته صخرة
من الصخور، اعترضت الصحابة تلك الصخرة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله صخرة اعترضتنا. فأول ضربة ضربها قال أعطيت مفاتيح الشام، وفي الضربة الثانية ماذا قال؟ أعطيت مفاتيح فارس، والله لكأني أنظر إلى قصر المدائن الأبيض. أحاول أن أتخيل، وحاول معي أن تتخيل صورة سعد، وما الذي كان يدور في ذهنه عندما حقق الله وعده وتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل قصر المدائن الأبيض، قصر كسرى الذي كان ينظر فعليا إلى عرب الجزيرة العربية نظرة احتقار ونظرة ازدراء. هؤلاء الآن يدخلون قصره الفارغ، ويفيء الله عز وجل على المسلمين بكنوز كسرى كلها. سعد بن أبي وقاص الذي كان من أوائل من أسلم، من أوائل من كان يعذب مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويؤذى في سبيل الله، في ذلك الوقت عندما كانوا يصلون في الشعاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم أنهم في يوم من الأيام سيدخلون قصر كسرى، وها قد تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله، ولا راد لأمر الله. هكذا دخل المسلمون قصر كسرى، ودخل المسلمون المدائن، ودمروا هذه الإمبراطورية نهائيا إلى غير رجعة. ثم بعد ذلك أخذت هذه الكنوز ونقلت إلى المدينة المنورة، لم يفقدوا منها إسورة واحدة. فلما وصلت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر، فلما رأى كل هذه الكنوز لم يفقد منها دينار ولا درهم ولا قطعة ولا خيط واحد، قال إن قوما أدوا هذا كاملا والله لقوم أمناء. هكذا ينتصر المسلمون بالأمانة. فلما كان المسلمون في ذلك اليوم سعيدين بتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بعمر يفاجئ الناس جميعا ويقول أين سراقة بن مالك؟ فسراقة جاء شيخا كبيرا، من سراقة بن مالك هذا؟ هذا الرجل هو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة واستطاع فعلا أن يصل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ووعده بوعد، قال كيف بك لو لبست سواري كسرى، وهو مطارد صلى الله عليه وسلم، كل الأرض تبحث عنه، ثم يقول لسراقة ستلبس سواري كسرى. وفعلا جاء سراقة ولبس سواري كسرى وملابسه كلها، وجال فيها بين المسلمين. هذا الأعرابي البسيط أصبح الآن يلبس ملابس كسرى عظيم الفرس. بدنا نفهم من هذا الحدث نقطة أساسية، أن الدنيا لا تدوم لأحد، وأنه لا بد أن يتحقق وعد الله ووعد رسوله، وهذه هي النقطة الأساسية الجامعة. وكذلك لا يبقى الضعيف ضعيفا ولا يبقى القوي قويا، وهذه نقطة أيضا أساسية. أيضا في معركة القادسية قاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المسلمين وهو مريض، قادهم وهو مبدد، ومع ذلك لم يكن المرض عائقا أمام تحقيق ما يريده وتحقيق واجبه. وهذه نقطة يجب أن يفهمها كل إنسان منا، لا تتذرع بأي شيء حتى لا تحقق واجبك، واجبك تحققه حتى لو كنت مريضا، لو كنت في كل أي مشكلة تحدث. ما في شيء اسمه والله أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا بسيط، أنا لا أستطيع. سعد كان مريضا ومع ذلك قاد المعركة وهو ممدد من فوق ذلك البرج. أيضا هذه المعركة العظيمة وهذه الأحداث تبين لنا أن التفكير الاستراتيجي هو مفتاح الإبداع. عندك مشكلة يجب أن تفكر فيها بإبداع، يجب أن تفكر في كيفية حلها بإبداع. مشكلة ضخمة مثل الفيلة كيف نحلها؟ فكروا فيها وأبدعوا في حلها بالفعل، وانتهى الأمر للانتصار. عند ذلك حل الفجر الجديد على العراق وعلى بلاد فارس، وانتهت ظلمة الإمبراطورية الفارسية. لكل ليل فجر، وعندما يحين الفجر نقول طيب الله صباحكم.